ولتسليط الضوء على أوضاع المعتقلين في العراق في ظل الوفيات المستمرة والأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا ومرحبا بك دكتورة. بداية، وزير العدل الحالي يقر أن جميع السجون تعاني من اكتظاظ رغم تفشي الوباء، ماذا يمثل هذا الإقرار حقوقيا؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. يعني إقرار وزير العدل يعني أنه يعترف بأنه يرتكب جريمة بحق نزلاء هذه السجون، خاصة وأن اكتظاظ السجون العراقية هي ليست مسألة يعني حصلت في الوقت الحاضر، بل هي منذ فترة بعيدة، وكان من الممكن أن يعني تفادي هذه المشكلة والإفراج عن الموقوفين أو الذين محكوميتهم يعني قصيرة من أجل تفادي تفشي الأوبئة ومنها وباء كورونا الخطير الذي يفتك بأرواح المواطنين. وأيضا فإن وزير العدل يعترف بأنه يستهزئ بأرواح العراقيين ولا يكترث لأوضاعهم داخل السجون. نعم. طيب، إذا كان هذا اعتراف وزير العدل في حكومة بغداد، كيف رصدتم كمنظمات حقوقية حقيقة الأوضاع في المعتقلات؟ يعني في الحقيقة أوضاع السجون في والنزلاء السجون يعني أقل ما توصف بها بأنها سيئة للغاية. يعني منذ بدء يعني تفشي وباء كورونا أصبحت حالات الإصابات تزداد يوما بعد آخر، خاصة وكما هو معروف وموثق أن هذه السجون، وباعتراف أيضا وزير العدل أنها مكتظة للغاية وليست هناك أي حلول قامت بها وزارة العدل أو أي جهة أخرى لديها أي سجون. إضافة إلى ذلك أصلا هي الحالة الصحية والحالة الخدمية في السجون هي يعني مهملة للغاية، والإهمال متعمد ومنذ فترة طويلة. إضافة إلى ذلك تفشي التعذيب في السجون ومما تسبب في يعني فقدان كثير من النزلاء أرواحهم بسبب هذا التعذيب. أيضا هناك منع للزيارات ذوي هؤلاء المعتقلين من قبل أهاليهم، منعهم من الاتصال بممثليهم القانون، أيضا منع حتى المنظمات الدولية من زيارة هذه السجون وفقط تحديدها بزيارة عدد محدد من السجون. هناك ضعف في الرقابة على هذه السجون مما تسبب إلى الحالة المزرية التي وصلت إليها هذه السجون. طيب، بعد وفاة أحد المعتقلين في سجن تسفيرات والذي قضى فيه أيام من ترحيله من سجن التاجي، السؤال المطروح دوما، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة في سجون بعينها مثل التاجي أو الكاظمية أو التسفيرات؟ يعني هذا يؤشر أن هناك جهات متنفذة داخل هذه السجون لا تستطيع حتى الدولة ولا أي أحد أن يسيطر عليها وأن يحاسب المسؤولين داخل هذه السجون من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات. إضافة إلى ذلك فيبدو أن هناك يعني منهجية في هذه الحالات، خاصة وأن حالات الوفاة مستمرة، إذا هناك تعمد واضح من قبل الجهات التي تسيطر على هذه السجون يعني إيصال أوضاع هذا المعتقلين والمسجونين في هذه السجون إلى هذه الوضعية والتسبب في وفاتهم. طيب، بعد تفشي فيروس كورونا، ما هو واقع الوضع الصحي داخل المعتقلات في العراق؟ يعني يوم بعد آخر يعني يتم الإفصاح عن حالات إصابة بوباء كورونا في داخل المعتقلات. طبعا يعني نحن نعرف أن الواقع الصحي في العراق أصلا خارج السجون هو في حالة مزرية للغاية، فما بال الأوضاع داخل السجون والمعتقلات، فهي أكثر سوءا وأكثر يعني مأساوية. هناك في الحقيقة عدم اكتراث واضح من قبل الجهات المسؤولة عن هذه السجون في سبيل يعني القيام بدور فعال من أجل التقليل من حالات تفشي وباء كورونا، خاصة وأن بإمكان خاصة في السجون بإمكان أن يتم الوضع الحد لهذه الظاهرة، خاصة من خلال يعني العناية أكثر بالنظافة وبصحة النزلاء هذه السجون من خلال الاهتمام ومراعاة المقاييس
الدولية في تفادي انتشار هذا الوباء وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة، ولكن مع الأسف الشديد لا توجد لحد الآن إجراءات واقعية، وأهالي المسجونين يعني يعانون الأمرين في سبيل أن يعني يعرفوا حتى واقع أو أحوال أبنائهم داخل السجون. نعم. في الأيام القليلة الماضية مر علينا اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، وهي الجريمة التي تنتهي دائما إما بالوفاء أو تلفيق التهم والضياع في غياهب السجون. برأيكم دكتورة، ما هو تأثير هذه الجريمة على المعتقل، لا سيما أن التعذيب جزء كبير منها في العراق؟ يعني في الحقيقة يعني هذه الجريمة يعني المعقدة والمركبة يعني لها يعني تأثير يعني لا يحمد عقباه، خاصة وأن يعني كما تفضلت فإن هناك أما نهاية بالوفاة لمن يمرون بهذا التغييب القسري أو الاختفاء دون أن نجد لهم أي أثر، خاصة لأن الجهات التي يعني تقوم باعتقالهم يعني لا تريد الاعتراف ولا تعترف أصلا بوجود هؤلاء الأشخاص. هذه في الحقيقة مشكلة كبيرة سوف تؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية وبنوية في المجتمع العراقي خطيرة للغاية، تمتد آثارها إلى المستقبل سواء القريب أو البعيد. إضافة إلى ذلك فإن من نتائجها هو دورة العنف التي سوف تستمر في العراق والتي لا نعرف إلى أين سوف تنتهي. هؤلاء الذين يتم ارتكاب هذه الجريمة بحقهم لديهم ذويهم، لديهم عوائلهم، لديهم عشائرهم، مثل هذه الجريمة سوف تؤدي إلى أقل ما يكون تأجيج الطائفية وتأجيج العنف في العراق وتهديم المجتمع وضياع حقوق ذوي حتى هؤلاء المختفون قصرا، سواء الحقوق الاجتماعية أو الحقوق الاقتصادية. في الحقيقة آثار كبيرة وخطيرة جدا لا تحمد لها عقبة. نعم، كنت معنا من لندن عبر الهاتف مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.